ازاي اقلل الفاريشنز دي؟ لان زي ما احنا قلنا ان لو ده خط مثالي، والخط المثالي ده لو نفهمه بالصورة بتاعت الاب والابن، احنا قلنا ان الابن بيرجع ناحية الايه؟ بيرجع ناحية الميد لاين او ناحية الطبيعي، ال 170 سنتي مش ال 210، هو 210 ما يطلعش زيه. فالخط ده خط مثالي اللي هو المفروض الافريج الديتا دي المفروض تبقى عليه علشان تبقى احصائيا العلاقه بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل تبقى احصائيا مظبوط. وبالتالي لو انا عرفت اقلل الفاريشنز دي يبقى كويس. خلينا نشوف، انا اقول احصائيا ان الفاريبلز دي فيها a lot of error، لان لو الفاريبل الاخضر نعتبره ان هو الفاريبل المفروض يبقى موجود فيه، والفاريبل الاحمر اللي هو الاكتوال فاريو، يعني ده الاستيميتد اللي حسبناه لكن ده اللي حصل. فطبعا الاستيميتد فاليو والاكتوال فاليو الفرق اللي بينهم ده ايرور، انا عايز اقلله. This process have a lot of error. خلينا نشوف الايرور اللي موجوده هنا عشان تعرف ان المسافات بين اللي المفروض الديتا تبقى عليه اللي هو على الخط الابيض، تمام، والديتا الاصليه اللي موجوده اللي هو الاكتوال فاليو اللي هي النقاط الحمراء اللي احنا جمعناها من الديتا بتاعتنا او من الست بتاعنا او من العينه بتاعتنا. انا عايز اعمل مينيمايز للايرور دي، وده هدف الريجريشن اناليسيس. الريجريشن اناليسيس بيساعدني ان انا اقلل الايرورز دي، وكمان بيساعدني ان انا اتوقع لما الاندبندنت فاريبل يزيد الديبندنت فاريبل يزيد قد ايه، بيعمل لي توقع. تعال ناخد مثال حي. احنا كلنا بنذاكر ريجريشن اناليسيس وبنذاكر انفورميشن مانجمنت وبنذاكر البيشنت سيفتي علشان ايه؟ علشان ننجح. فلو حسبنا الوقت بتاعنا احنا اللي هو احنا بنذاكره، تمام، مقابل الجريدز اللي ممكن اجيبها في السي بي اتش كيو في نهايه الامتحان، كلما انت قريت اكتر واستوعبت اكتر وفهمت اكتر كلما زادت الدرجات بتاعتك. ان شاء الله تجيب 125 125 ان شاء الله كلنا باذن الله. لكن هنا الاستادي تايم هو الاندبندنت فاريبل. لو انا زودت عدد ساعات المذاكره او عدد ساعات القرايه او عدد ساعات التحصيل، اكيد السي بي اتش كيو جريدز بتاعتي هتعلى، وده بنسميه بوزيتيف ريليشن شيب. يبقى ده مثال حي للاندبندنت والديبندنت فاريبل. هنبدا، معلش اعذروني، اللي جاي كله للفهم فقط لا غير. علشان انا اجيب الاستيميتد عشان ارسم خط مثالي لازم اعمل كالكوليشنز، لازم اعمل حسابات. الحسابات بتاعتي بتقول ايه؟ في عندنا قاعده، القاعده دي بتقول الواي هات، ده الواي مش كده، الواي هات اللي هو القيمه المقابله في الواي قصاد الخط ده بتساوي البي زيرو. ايه البي زيرو ده؟ البي زيرو هو الانترسكشن، يعني تقاطع بدايه الخط بتاعي ده اللي هو الريجريشن لاين تقاطعه مع الواي، ده اسمه بي زيرو. طيب امال ايه البي 1 ده؟ البي 1 هو ميل الخط ده، ممكن يميل يعني درجه ميله تزيد او درجه ميله تقل، اتجه ناحيه الاكس او اتجه ناحيه الواي كده، ده بنسميه سلوب اللي هو بي 1. الاكس طبعا واضح اللي هي القيمه اللي موجوده هنا. يبقى انا علشان اطلع السلوب ده او لا اطلع الميل الخط ده واجيبه اللي هو الخط المثالي اللي هو يمثل العلاقه بين الاستادي تايم والسي بي اتش كيو جريد المفروض احصائيا، اجيبه بالمعادله دي واي هات بتساوي بي 0 زائد بي 1 في اكس. خلينا بقى نمشي واحده واحده كده علشان ايه نستوعب الموضوع اكتر شويه. لو انا قعدت على الفيسبوك وسبت المذاكره، تتوقع الجريد بتاعنا تقل ولا تزيد؟ الجريد بتاع السي بي اتش كيو اكيد هيقل، احنا ما بنذاكرش، احنا بنقعد على الفيسبوك، فده اسمه نيجاتيف ريليشن شيب. طيب المعادله بتاعتها تبقى ايه؟ المعادله بتاعتها تبقى واي هات بتساوي بي 0 ماينس بي 1 في اكس. البي 0 احنا قلنا الواي هات هتبقى اي قيمه موجوده هنا، والبي 0 ده انترسكشن او تقاطع
الميل مع الواي ناقص البي 1، البي 1 اللي هو السلوب اللي هو الميل نفسه، درجة ميله قد ايه علشان الزاوية دي علاقة طردية ولا عكسية؟ دي علاقة عكسية، مظبوط. كلما زاد التايم بتاع الفيسبوك قل السي بي اتش كيو جريد. الواي هنا ده ديبندنت فاريبل اللي هو السي بي اتش كيو، لان هو بيعتمد على حاجه تانية. لما انا قعدت على الفيسبوك اللي هو الاندبندنت فاريبل بتاعي، فالديبندنت فاريبل بتاعي قل. لما قعدت اذاكر كتير الجريدز بتاعتي زادت. الاندبندنت فاريبل هو الكنترول، هو الافكت، هو المؤثر، بينما الديبندنت فاريبل هو الاوتكم، نتيجه الاندبندنت فاريبل او التغيير اللي حصل فيه. طب انا المعادله دي دلوقتي يعني دخلها ايه بالامتحانات ودخلها ايه بالدنيا؟ الموضوع علشان يتفهم ليه انا بستخدم الريجريشن اناليسيس، هندي مثال حي ونشوف الناس بتحسب الحكايه الريجريشن اناليسيس بطريقه مبسطه جدا، تمام؟ وبعد كده يبقى احكم انت على الموضوع في الاخر، هل ممكن تذاكر اخر 10 سلايدات في الاخر، ولا ان احنا نفهم الموضوع من اصله وبالتالي مش هتحتاج انك انت تذاكر. انا عندي هنجيب داتا، اندبندنت داتا وديبندنت داتا، ايا كان بقى ستادي تايم، الفيسبوك، اي حاجه، لكن هنجيب قيم ونحطها. هنحط قيم للاكس وهنحط قيم للواي، ودي قيم على سبيل المثال. دلوقتي انا عايز احط القيم بتاعتي، عايز احطها هنا، ارسمها هنا. انا عندي اكس وعندي واي، هنرسمها ازاي؟ سهله جدا. هجيب الواحد والاثنين بيلتقوا مع بعض في بيلتقوا مع بعض هنا، واروح رسم الدايره بتاعتي. طيب والفاريبل تاني، ها، اتنين ومقابلها اربعة، يبقى انا كده جبت الفاريبل التاني، وبعد كده تلاتة وخمسة، التلاتة والخمسة بيلتقوا مع بعض في النقطة دي. طيب الفاريبل اللي بعديه اربعة واربعة، بيلتقوا مع بعض في النقطة دي. وبعدين اخر نقطة في الست اللي احنا حاطينها دي اللي هو خمسة وخمسة، بيلتقوا مع بعض في النقطة دي، ويبقى هي دي الديتا بتاعتي. تعال احنا نشتغل على الديتا دي. اول حاجة علشان نشتغل عليها علمي، لابد ان انا عندي ديتا ست، اخد المين بتاعها، المتوسط بتاعها، متوسط الديتا دي كام، بنعمل ايه؟ نجمعهم ونقسمهم على عددهم اللي هو الايه؟ الاكس بار. يبقى المين بتاع اول ديتا دي هتساوي كام؟ هنجمعهم ونقسمهم هتطلع 3. يبقى المين بتوع الاكس دول 3. تعالى بقى على الناحيه الثانيه، الواي اللي هو موجود على اللي هو الديبندنت فاريبل، المتوسط بتاعهم كام؟ هنسميه احنا ايه؟ واي بار، هيطلع 4. المتوسط بتاع الاكس طلع 3 والمتوسط بتاع الواي طلع 4. دول بيتقاطعوا مع بعض، اكيد اكيد مليون في المية الخط المثالي يتقاطع في الحتة دي. ليه؟ لان ده المين بتاع الديتا دي، المفروض ان الديتا دي كلها تبقى قريبة من التلاتة، وده المين بتاع الديتا دي، المفروض تبقى الديتا كلها قريبة من الاربعة، وبالتالي لما يكونوا هنا يبقى ده الحاجة المثالية ودي الحاجة المثالية. وانا الخط بتاعي اللي انا هيفسر العلاقة بالاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل هيبقى ايه؟ هيبقى مثالي، فلازم يعدي في الاثنين مين دول. All regression lines have to pass these two points. فانا عندي ايا كان بقى الديتا بتاعتي، لو كانت 7 و8 يبقى 7 و8 لازم الريجريشن لاين بتاعي يعدي من النقطة 7 و8. انا عندي النقطة بتاعتي هنا 3 و4. طيب ممتاز الكلام ده. تعالى بقى عايزين ايه؟ عايزين نفك المعادلة دي، الطلاسم بتاعت المعادلة دي، علشان ايه؟ علشان اعرف اجيب القيم. انا عايز احسب ايه؟ بحسب اللاين، بحسب الريجريشن لاين اللي هو الخط المثالي
اللي المفروض الداتا تبقى عليه، وبعدين اقارنها بالاكشوال داتا اللي موجوده عندي. فانا لازم افك طلاسم المعادله دي، او ازاي نحسبها بمنتهى البساطه ان شاء الله، بس ده في الفيديو اللي جاي.